أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يلبس لاتقاء البرد مثل البجامة وتكون ضيقة من جهة الذراعين هل يجوز المسح عليها؟ لا، ما نحدث شيء لم يرد به دليل، إنما نمسح على الأشياء التي ورد الدليل بها، والبجامة ما يمسح عليها، تعبد من غسل اليدين. تشري بجامة واسعة يا أخي، شو تلبس تشري ضيقة؟ نعم.